جالنا في الكومنتس على موضوع الخطوبة، وواحد كاتب: يا دكتورة انت بتتكلمي عن الخطوبة كأن الأمر عادي، وكأن الناس سهل ان هم يتخطبوا، وكأن الناس سهل ان هم يعني. طب طيب ماشي، طب انت ايه؟ لا الموضوع صعب ومفيش فلوس، واحنا اصلا مش لاقيين علشان نعمل، واحنا اصلا مش لاقيين علشان طيب. طب احنا تيجي نقول ونجاوب عليك، ونقول على الناس اللي اهل العروسة اللي بيغلوا على الشباب، بيغلوا في المهر، وبيغلوا في التقديم، وبيغلوا في يعني مش بس لا، وعايزين تمليك، وعايزين مؤخر بالشكل الفلاني، وعايزين حاجة بالشكل العلاني. يعني ده صراحة، يعني انا ادعو كل بيت عنده بنت صالحة وعنده بنت على وش زواج، يا عم سهل، اهم حاجة يبقى راجل قدامك يقدر يحافظ عليها، ياكلها يشربها، ما يجوعهاش ما يعملهاش. الحاجات دي مهمه على فكره، مهمه علشان خاطر اولادنا ذات نفسيهم يبقوا طالعين شايفين والله ده الجواز سهل، مش كذا. مش يجي شاب حبيبي يعني صغير لسه وعمال يعني عمال يعيني جاب في الدنيا ويشتغل ويطلع ويجيب وظيفه ورا وظيفه ورا وظيفه، وفي الاخر ما هوش لاقي، ويجي يسمع فيديو من فيديوهاتنا يصعب عليه نفسه يقول انتوا بتتكلموا ان ما فيش والامر صعب علينا. لا، احنا ندعو كل اب وكل ام، سهلوا يا جماعه، يا امهات ويا ابهات من فضلكم، يعني سهلوا. طالما راجل ومحترم وصاحب خلق ودين وحافظ على بنتنا، والله الدنيا يعني الدنيا صحيح الواحد بيبقى حريص ان عياله وبناته يبقوا في مستوى مثلا اجتماعي معين، مستوى معيشي معين، لكن طالما مش جعانين وعندهم قوت اليوم، والله انا من انصار الناس دي طالما عندهم قوت اليوم والليله، بس معاها راجل حنون طيب يحافظ عليها، حد فعلا بجد بجد مش بس بيحافظ، لا ده حد كمان يغنيها عن هموم الدنيا. عارفين لما بنبقى نقول احنا عايزين واحد يبقى سكن للروح، يغنيها عن هموم الدنيا، احنا عايزين كده. فلو طالما جه وانت كراجل البيت اب مثلا ابو، وشايف العريس اللي جاي بالشكل ده، توكل على الله هيجي كل حاجه هتيجي. يعني انا بشوف بره التيسير، خلاص جبت اوضه وصاله، مش عارفه عملت ايه، جبت جازه، هما الاثنين يساعدوا مع بعض، هي من الاولى وهي مش بتشتغل هو يساعد وخلاص. لكن ان احنا نعمل على الناس كده بحيث ان الشاب يبقى زعلان بالشكل ده، لا. طيب ايوه سهلوا يا جماعه يلا طيب الله المستعان، محدش بقى يرحم. لا احنا بندعو للتسهيل والتيسير، طالما حد راجل وكويس. انا اعرف شباب هنا والله زي الفل، لكن يعني ظروف التعليم بتاعتهم توقفت لامر ما مش بايدهم، وشباب وقف في صيدله، واللي كان في علاج طبيعي، واللي كان كذا، لكن تعنت ان هم يخلصوا اللي يطلعوا الشهاده بتاعته ويكملوا هنا، خلاص ما فيش، وبيشتغلوا وبيقدروا يصرفوا على نفسهم وبيعملوا كذا وكذا، توكلوا على الله. يعني هي جت على كده والله، مش بالتعليم بس، كون التعليم اللي على مستوى العالم، مش هو دي الدراسه ولا هو دي التعليم، صدقوني مش هو ده التعليم، لما تبقى نازل في قلب المجتمع وعلى ارض الواقع، وهو ديت الخبره اللي انت بتاخدها على ارض الواقع، الا العلوم اللي هي بتحتاج فعلا كده مثلا كطب، انك بتحتاج مثلا فعلا دراسه تدرس، لكن هي الخبره في قلب الشارع وفي قلب يعني لما تنزل وتدور على شغل وتاخد الخبره من الشغل اللي انت عامله.